الشيء الجديد اليوم هو فقرة المسابقات أو الأسئلة والأجوبة لايف كده مع اللي نقابله في المكان اللي بنحدده. المكان اللي بنحدده اليوم هو مقهى 360، موعدنا بإذن الله بعد صلاة العشاء. عندنا جوائز راح أوريكم إياها الحين، بنسأل أسئلة إن شاء الله ما هي صعبة عليكم، اللي جاوب عليها راح يحصل على الجائزة إن شاء الله. اللي بنشوفه اليوم ونسأله ويجاوب صح له هدية بإذن الله. هاكم الفوز. موجودين في 360 وأول متابعين الكرام راح نسأل سؤال اليوم. عبد الله شلونك؟ مساك طيب. راح نطول عليك سؤال بسيط بإذن الله. أكبر بحيرة في العالم من حيث المساحة. أكبر بحيرة في العالم من حيث المساحة. لا ما في اختيارات، شد حيلك. بيكال. بيكال تقصد؟ لا غلط. طيب سهلة عليك، اختار من ثلاث إجابات. قزوين، فيكتوريا، بيكال. قزوين مبروك مبروك، تستاهل تستاهل. هذه يا طويل العمر جائزتك، فرصة سعيدة شفناك. الله يعافيك، موفق يا رب. شرفنا والله. الشرف لي. الله يوفقك يا عبد الله. شكرا شكرا. يا سلام عليك، مبروك، ألف مبروك، تستاهل الفوز. ونكمل مع أحد المتابعين الكرام. حبيبي كيف حالك؟ بخير. اسمك كريم؟ بلال. ونعم والله. تبي أسألك سؤال ولا أطلب منك طلب؟ والله اللي تبي. طيب عطني بيتين شعر. عطني بيتين شعر. لا لا. أنت بيتين شعر؟ حافظ شيء؟ لا والله. أبداً. أسألك سؤال أجل. أسأل. طيب ما هو أسرع طير في العالم؟ أسرع طير في العالم. سؤال والله. صقر. لا. الصقر، النعامة، الهدهد. النعامة. مضبوط صح. مبروك مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. شرفت فيك والله. أشكرك. عسى. يا سلام عليك، مبروك، ألف مبروك، تستاهل الفوز. حبيبنا تعرف على اسمك؟ ناصر الدوسري. نعم يا ناصر. بسألك سؤال أتوقع أنه ما في أسهل منه. تمام. وباء انتشر في عام 2020. كورونا. كورونا. يا سلام عليك. سامي تفضل. يا سلام عليك، مبروك، ألف مبروك، تستاهل الفوز. أخونا أحمد عزير شلونك؟ في صحتك. سؤال سريع إن شاء الله نسهل. كم عدد ألوان قوس قزح؟ سبعة. سبعة صح ما شاء الله عليك. يا سلام عليك، مبروك، ألف مبروك، تستاهل الفوز. أبو زايد تشرفنا بشوفته اليوم في 360. الشرف لنا على معرفتك. فيك أبو زايد. أنا ما راح أسألك سؤال، بطلب منك بيتين شعر، بيت قصيدة اللي يطلع منك. والله بيت الشعر ما أقول، بس مقول ما عليه. هسلم. يقول يلا طلبناك اللي تعلم النية، يا خايد العبد وارزاقها تمشيها. قالها حسين بدا في راس مبرية في ديرة جعلوب للصيف ياتيها. تيها رجم طويل ومنه شفت سورية، وأشوف مصر وعمان النقاديها. عسى الله يسقيك الدار الدمشقية، هديت دائما غزلانها فيها، فيها غزال ولا زالت مرامية. ما تتسيري لمن نجيت برميها، بزمك يا سعد يا شوق السنابيه. عليك زود. النفس تبانت والعين مشكيها. الله على مصوبهم متنانيه. يرتاح قلبي عقب ما كان وازيها، يرتاح قلبي لما جيت السعوديه، دار السعودي وال سعود مسك بيها. نعم صح. سمحنا على قصور يا ابو زايد، وهذه هديتك. ما قصور، فاجأت هدية. وهذه هدية، وهذه الثانية بعدها ندبلها عشان القصيدة الجزلة. وبيض الله وجهك. الله يوفقك. وياك ابيض وجهك. يا هلا بك، حياك الله. مع السلامة. هلا بك. اخونا فهد قبل حالة فهد. مساك طيب. سؤال ان شاء الله انه سهل. ما هي اكبر دولة من حيث المساحة في العالم؟ دولة مش في العالم العربي. مثلا
أمريكا؟ لا 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 مش أمريكا. أمريكا يعني نافس أمريكا. الصين؟ لا. صح هيك والله. لا ما هو الصين. لا أي الصين ما هو الصين. لا الصين ولا أمريكا. خلاص خلاص أخو كم اختار. المهم إحنا فزنا بشوفتك. الله يوفقك تشرفنا فيك. تفضل طال عمرك. يا هلا بك يا فهد. خيرها بغيرها. نشوفك بعدين.